اوكي اخوان، على ماذا حصلنا؟ على رافينيا كما ترون اخوان، يعني نسخة جبارة لهذا اللاعب، يعني سوف تحصلون على افضل نسخ هذا الباكج. اكتبوا لي في التعليقات اي لا في مقطعين هذا اخوان. وكما ترون في عنوان الفيديو جبت لكم افضل واقوى تارة سوف ترها في يوتيوب لزيادة حظوظك بنسبة 90% لحصولك على افضل نسخ نجوم الاسبوع. بطبيعة الحال لدينا نسخ اسطورية واقوى نسخة داخل هذا الباكج للويس دياز كما توقعت نزوله، وهو حاضر معنا هذا اليوم ان شاء الله. وكذلك رافينيا بنسخة جبارة، نسخة يعني بوستر اسطورية، نفس الشيء لانغويسا، كذلك النسخة للاعب ماتيوس نونيز، هذه نسخة جبارة يا اخي الكريم، كذلك نسخة ساو كوكو كما ترون وفيرمان، يعني هذه النسخ الافضل داخل هذا الباكج اذا حصلت على نسخة من هذه النسخ، فلازم تشترك معي يا اخي الكريم. بالنسبة لباقي النسخ صراحة هي نسخ عادية. اول خطوة سوف نقوم بها اخوان الدخول عند تورا مرتين هكذا، ثم سوف ننتقل نفس الشيء عند يعني ساول كوكو كما ترون، سوف ننتقل عند ماتيوس نونيز كما ترون مرة واحدة والاطلاع على احصائيته، لننتقل بعد ذلك عند فيرمان مرتين، نفس الشيء عند اللاعب انغويسا، ثم اخوان سوف ننتقل عند اللاعب رافينيا مرتين اخوان والاطلاع على احصائيته هكذا بهذا الشكل، ثم ثلاث مرات عند لويس دياس كما ترى، ثم المرة الثالثة. بعد يا اخوان مباشرة سوف نقوم بالرجوع واللف ب 100 كوينز او من اللفة المجانية. بهذا يا اخوان سوف نرى اللاعب الذي حصلنا عليه من هذه الثغرة. اوكي اخوان، على ماذا حصلنا؟ على رافينيا كما ترون اخوان، يعني نسخة جبارة لهذا اللاعب، يعني سوف تحصلون على افضل نسخ هذا الباكج. اكتبوا لي في التعليقات اي لاعب حصلتم عليه من هذه الثغرة، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.